الواو الأكثر شعبية في السعودية، هو في الوقت ذاته الواسطة التي تحولت لظاهرة اجتماعية يقول المختصون إنها تكاد تفتك بطموحات ومستقبل شباب المملكة. وبعضهم يقول ألا أحد من المعنيين يهتم بها وبتأثيراتها عليهم. الواسطة دائما مرتبطة بالفساد بالنسبة للسعودية. الواسطة أنك أنت تجيب أحيانا شخص غير مؤهل، الواسطة أحيانا أنك أنت تجيب شركة غير مؤهلة، الواسطة تخلق لك في النتيجة نوع من الفساد، تخلق لك نوع من البيروقراطية. بالتالي أنت تشوف السعودية الآن دول الخليج كلها اللي حولنا تكون تقدمت في مسيرتها الاقتصادية خطوات أكثر بكثير مما عملتها السعودية. هل الواسطة هي السبب؟ لا، الواسطة هي أحد الأسباب بس مش هي السبب الرئيسي. شهادات ربما تبدو غريبة عن بلد نفطي، لكنها لا تلغي واقعا يبدو مأساويا حين يتصل الحديث عن الواسطة، غير أن أهل الداخل أعلم بما هو موجود خلف الستار وبما يدور في شعاب مكة كما يقال. الواسطة شيء داخل في ثقافة المجتمع السعودي الآن، وصدقا أقول لك يعني حتى تجد الآن واحد عشان يضمن موقع في المستشفى لمريض عنده محتاج إلى واسطة، أصبح من الطبيعي أنه يكون في عندك واسطة، ومن غير الطبيعي أنه ما يكون عندك واسطة. في هذا السياق، في دول عربية كثيرة تدل كل المؤشرات على أن الثقة متدنية بين الناس والسلطات على صعيد ما كان وما يمكن أن يكون في محاربة هكذا ظواهر للفساد. فمن الواضح أن هذه الملفات تأتي في ذيل قائمة الاهتمامات الرسمية. الواو دخلت إليهم من أوسع الأبواب، وبات واضحا أن الواسطة هي التي تمسك بالخيوط الخفية التي تحد الكثير من الطموحات، ليبقى الكثير وبعد سنوات من التحصيل الدراسي تتقاذفه معاناة البطالة وضغوطات ظواهر اجتماعية تبدو انعكاساتها أقوى وأشد من خطط كل الحكومات. فإذا العزي لبرنامج اليوم الحرة دبي. أرحب بضيفنا مباشرة من جدة معتوق الشريف، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا في اليوم على الحرة. وبداية، إلى أي مدى تقلقكم ظاهرة الواو أو المحسوبية في المملكة؟ أهلا إنجي، أهلا باسل. طبعا قضية الواسطة قضية عطلت الكثير من القدرات، يعني لأنه ربما يكون المجتمع أقرب إلى العائلة أو أقرب إلى القبيلة فهو أحظى. يعني نشوف بعض الجهات أو بعض القطاعات التي تتواجد فيها جهات معينة أو فئة معينة هي الأقرب للحصول على الوظيفة. بمعنى آخر أنه العامل القرابة وعامل أيضا العائلة أحيانا يعطل كثير من القدرات، وبالتالي نجد كثير من الشباب لم يستطيعوا أن يأخذوا حقهم في الحصول على الوظيفة أو في أيضا بعد الوظيفة اللي عملت الترقي في الوظيفة. الأمر موجود، ما هو غير يعني لا نستطيع إنكاره، نجده واضحا جليا في كثير من القطاعات، نجد منه أيضا ما هو خفي أو يتم في الخفاء ونتيجة عواطف البعض اتجاه البعض، ونجده أيضا ربما يكون أشبه بالرسمية عندما يكون هناك توظيف في مستويات أو الوظائف من الدرجة الخامسة وأدنى، وهي يعني تعطى للإدارات أو المدراء القطاعات يتم توظيف من يريد في هذه الوظائف. إذن الأمر واقعي والأمر محزن. طيب، إذن يعني القدرات التي نعم. لديها القدرة ولديه نعم هو واقعي وموجود كما تقول، ويعني وموجود بكثرة أيضا كما أشرت يعني، ولكن دعنا نخوض أكثر في الأسباب. ما هي بنظرك الأسباب الحقيقية وراء الواو أو الواسطة أو المحسوبية؟ هي العواطف وأيضا انتشار القرابة وسلطة القرابة، سلطة القبيلة، أيضا عدم تفعيل الأنظمة. في هناك في نظام مكافحة الرشوة في المادة الرابعة، يعني إذا فعلت فتستطيع أن تقضي، لكن لا تقضي على الجميع، لأن جميع الأشكال الواسطة لأنها أحيانا تتم في الخفاء. وأيضا أنا وجهة نظري أنه لما يكون التقديم على التوظيف إلكترونيا أعتقد أنه يكون أنسب لأن يأخذ كل واحد حقه
بدون تدخل بشري، لكن ما يتم هو غير ذلك على أرض الواقع، عدم تفعيل الأنظمة، عدم وجود محاسبة لمن يمارس الواسطة، عدم وجود تشهير أيضا بهذا. لذلك لجأت عدة جهات منها هيئة مكافحة الفساد إلى أن تعيد النظر في بعض الأنظمة، ومنها نظام مكافحة التستر أو الرشوة ونظام التشهير. فبالتالي هناك مجهودات نتجت نتيجة الواقع المعايش. طيب هذه المجهودات، يعني ما هي ردود الفعل التي وصلتكم من النخبة السعودية حيال الواسطة، وهل أنتم راضون عن هذه المجهودات التي تتكلم عنها في مسار مكافحة الواو؟ هي ما زالت جهود بسيطة وغير كافية، ونتيجة عدم كفاءة وجود عدد كبير من البطالة رغم الجهود التي تظلها وزارة العمل والجهات الأخرى، لكن لا أحد يستطيع أن يكافح قضية الواسطة لأنها أحيانا تتم في الخفاء، وعدم إثباتها أيضا إشكالية. لكن هي ملاحظة لمن يريد أن تكون عينه عين رقيب، يلاحظ اصطلاحات القرابة التي تتم في التوظيف، يلاحظ أمور كثيرة واضحة للعيان، لكن ربما الأدلة غير كافية، وهذه يعني تحتاج إلى تفعيل الأنظمة أيضا، صرامة في الرقابة على أن يأخذ كل صاحب حقه، وأن يحظى ذو الكفاءة وذو القدرة على فرصته في العمل. لأنه قضية توظيف من هو قادر أو لديه مهارة أو لديه كفاءة فرصة في تنمية البلد وتطويره، لكن عندما تسند الوظائف إلى غير أهلها ومن ذو الكفاءات المنخفضة، فبالتالي تؤدي إلى تعطيل التنمية. والتنمية كما تعلمون هو يعني هاجس الأمم والمجتمعات. طيب يعني سيد معتوق، يعني لماذا يعني كما يقول البعض أنه ينأى المثقفون الآن في السعودية عن محاربة هكذا ظواهر في المجتمع؟ ربما أنهم تعبوا كثيرا، يعني ما نادت الأقلام الإعلامية ونتيجة يعني نتيجة أيضا ما وجد من تقارير لم تفعل، نتيجة وجود عدم تفعيل الأنظمة كنظام مكافحة الرشوة وغيرها، كثير ربما أصبح عنده نوع من كما نسميه التبلد الحسي، فبالتالي أصبح ينأى بنفسه على الخوض في هذه، لأنه كلما تكلم كثير في هذا الموضوع فبالتالي لا يوجد صدى. لذلك ربما هذا هو العامل الذي جعل الكثير من المثقفين والكثير من الإعلاميين ينأى بنفسه عن الخوض في هذا المجال، لأنه مجال متدذر في الثقافة المجتمعية، متدذر أيضا في عند البعض من الناس، وخصوصا من هم يستلموا بعض القيادات وبعض قيادات بعض الجهات. طيب سيد معتوق، يعني في شأن الحديث عن التصدي لهكذا ظواهر، لو أردنا أن نرتب مطالبكم حسب أولوياتها، فأيها يكون له الأسبقية؟ والله أنا أرى بأنه يكون ذو الكفاءة وذو القادر أن تكون هناك نوع من الشفافية في التعامل مع كل المتقدمين إلى الوظائف وكل الذين يستحقوا الترقي، بعيدا عن التدخل البشري، لأن التدخل البشري يدخل فيه العاطفة، والعاطفة تعطل القدرات، وبالتالي نحن هنا لم نحل المشكلة، لكن عندما ربما نستخدم الجانب التقني والجانب الحاسوبي في عملية التوظيف، أيضا في عملية المفاضلة في الوظائف، أعتقد أننا هنا نلغي هذا التدخل البشري الذي دائما يصاحبه العاطفة. عندما أيضا تلغى بعض الميزات التي تعطى للمدراء العموم في الجهات أو في الشركات من التوظيف، الوظائف التي تمنح لهم وبالتالي يمنحوها لمن يريد من أقاربهم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من جدة، معتوق الشريف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.